السلام عليكم، معكم عمرو مرسي وحلقة جديدة من كلبك على متربيه الموسم الرابع. حلقة النهاردة عن كلب او عن نوع كلب اسمه جابانيز اكيتا. الجابانيز اكيتا يبان ان هو كلب دلع شوية، ولكنه في الحقيقة من زمان جدا بيستخدم في الحراسة وبيستخدم في الحماية. الكلبة اللي معنا النهاردة اسمها فوكسي، هنتفرج على علاقتها القوية بصاحبها، وهنتفرج على قصتهم، وهنسمع منه نصايح لينا كلنا ازاي نربي كلابنا، وهنرجع لبعض تاني. انا اسمي محمد صبحي، بشتغل محامي. عندي فوكسي صاحبتي جابانيز اكيتا، تمت سنتين من حوالي 4 شهور. انا لما جبت فوكسي كنت بدور على كلب، كان عندي كوكر اسبانيال وقتها، بدور على كلب يكون اكبر شويه في الحجم، ذكي اكتر. كنت كمان في بيبي جاي في السكه، فعايز كلب يبقى صاحبه، يبقى عمره نفس العمر تقريبا او اكبر شويه. هي اكبر من ابني ب3 شهور. ترددت كتير قبل ما اجيب اكيتا، ما كانش كلب مشهور، محدش يعرفه. انا قريت عنه اتصدمت من الكلب، يعني شفت كلب ذكي زياده عن اللزوم، كلب قوي جدا، كلب بيعرف يتصرف في مواقف كتير. اعتقد ان هو كان الاحسن في انه يتربى مع طفل صغير، هيتعلموا من بعض حاجات كتير. الحقيقه لما جبته يعني ما ندمتش خالص. انا ما اعتقدش ان سهل جدا ان حد يكون ربى اكيتا وبعد كده يفكر يربى اي كلب غيره. انا عندي اكتر من كلب كمان، بس انا بشوف هي اكتر كلبه حنينه. يعني شخصيه الكلب الاكيتا او شخصيه فوكسي بالتحديد، يعني انا قريت كتير عن الاكيتا، فيعني هي مش بعيده قوي عن الشخصيه الستاندر بتاعت الاكيتا فيما يتعلق باهم حاجه، الذكاء بشكل مرعب. يعني انا كنت عمري ما اتخيل ان كلبه بتعرف تعمل اللي بيعمله الاكيتا او اللي بتعمله فوكسي. يعني هي مثلا كلب بيعرف انه هو عندها 3 شهور تفتح الثلاجه وتطلع علبه الاكل منها، تاخد الاكل اللي يلزمها، مدخلة العلبة مكانها تاني وقفلها ورايحة واكلة. هي الكلب الوحيد اللي اجبرني ان احط كاميرا جوه الشقة عشان اعرف ايه اللي بيحصل وانا مش موجود. بتعرف تفتح باب الشقة، بتخرج، يعني انا كنت بنزل من البيت اخرج وارجع الاقي كلبة موجودة وكل حاجة زي الفل. لما حطيت كاميرا اكتشفت ان انا بخرج فهي بتخرج ورايا وتواري بالباب، واول ما تلاقيني راجع تروح راجعة قافلة وداخلة قفصها قافلة على نفسها وقاعدة ما فيش اي مشكلة. هو كلب جميل على اصعدة كتير يعني، وكلب ذكي، وهو كلب بيقدر يستشعر الخطر جدا يعني. كمان هي انا عندي كذا كلب، فمثلا انا لما كنت بحاول اقنعهم ينزلوا البحر اول مره مثلا، فانا كنت قريت شويه فلقيت ان احد الطرق اللي ممكن تقنع الكلب ان ينزل بيها البحر انت تعمل نفسك بتغرق. فهو فعلا انا لما عملت نفسي بغرق الكلبه يعني ما ترددتش لحظه في انها اول واحده تكون في وسط البحر وهطلعك. حتى لما طلعت وبدات امشي على الرمله، لا 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 انا اللي هفضل شايلك لحد بره. بصراحة يعني بعتقد الأكيتا أحد أهم الكلاب اللي ممكن أي حد هاوي كلاب لازم يمر بتجربة تربية الأكيتا. ومنصحش حد يكون أول تربية ليه رب أكيتا، مش لأنه شرس ومش لأنه أي حاجة، بس أنا بعتقد أحيانا إن هي أذكى مننا إحنا من البني آدم بكتير جدا يعني. أنا الطريقة اللي اتبعتها معاها في التربية، أنا كان عندي تجربة قبلها طبعا مع تربية الكلاب. في الأول كنت بحاول أتعامل بشكل عادي خالص على إن الكلب زي أي كلب، هنقول له سيت ونضربه ازاي يقعد وازاي يعمل حمام. قلت له يعني هو كلب عنيد زياده عن اللزوم. ذاكرت كتير جدا عشان اعرف اتعامل معاه يعني. انا في النهايه كنت مدرك جدا انه في الاخر هو كائن بري عنده شويه صفات ثابته قريبه لصفاتنا، وان احنا لو راعينا الكلب جدا وعرفنا هو بيفكر ازاي هنقدر نتعامل معاه. احيانا انا كنت دايما في كل موقف بالذات مع فوكسي ان قبل ما اقرر اعلمها حاجه احط نفسي مكانها، طب هي بتفكر ازاي دلوقتي، طب هي بتعمل ايه دلوقتي. الحقيقه لما بقيت اتعامل بالمنطق ده ودايما في كل حاجه بحط نفسي مكانها ما ارهقتنيش خالص، بالعكس تماما. بس الطرق التقليديه اللي هنقعد نربي بيها الكلب ونعلمه الصح والغلط ما كانتش بتجيب قوي معاها يعني. كانت في النهايه هي بتفكر دايما ان هم بيتحكموا ليه او بيتحكموا بأمارة ايه يعني. فكان الوضع اللي هو يعني اللي رب الاكيتا محتاج يذاكر جدا الحقيقه يعني. المواقف المضحكه مع فوكسي دايما فيما يتعلق بانها مثلا تضايق الناس، تضايق الكلاب الثانيه، تخلي الناس تغير، تخلي الناس يعني. اقول لكم على حاجه، انا كنت بمشي بروح الدوكس بارك مثلا، فاعدي من جنبيها هدوء والحياه سعيده والكلاب بتلعب مع اصحابها والناس مبسوطه. فوكسي ممكن تخش 5 دقايق وتخرج المنطقه كلها سامعه صوت الكلاب اللي جوه. هي هتلاقيك انت وكلبك قاعدين لطاف مع بعض بتلعبوا، ازاي يعني؟ فتخش كلب اموره وبتعرف ازاي تهندل نفسها كده وتمشي، اللي هو اي حد يبقى معجب بيها، هو يلعب الكلب بتاعه يتضايق خلاص كده. طالما الكلب اتضايق فهي عملت المهمه بتاعتها، الكلب يبدا يهوى وتسيبه وتروح على اللي بعده لحد ما تبقى مطمنه ان هي ضايقت كل الكلاب اللي في المنطقه. ساعتها بقى ممكن ترجع تقعد معايا وتبقى محترمه ومهذبه.
كلبي يعني اكتر حاجه دايما مضحكه هو ان ازاي تغير، خلي بقيه الكلاب تغير حتى الكلاب اللي عايشين معاها يعني. وفي كنا مره صورناها فيديو وهي بتحاول تضايق كلبه عندنا، في انها بس تفضل تبوس فيا كل ما كلبه تيجي، كلبه تمشي خلاص نوقف بوس، بس انا كنت ببوس عشان خاطرها يعني، ضرتها في الشقه. هو انا ليه بحب فوكسي جدا؟ انا مثلا جت عليا فتره طويله كنت بمر شويه ظروف نفسيه زي زفت يعني، واكتئبت وحالتي كانت مش كويسه. الحقيقه ان فوكسي فضلت فعلا قاعده جنبي في انا قعدت حوالي شهر مش بطلع بره اوضتي، قعدت في الشهر ده هي مش بتخرج بره الاوضه معايا. فعلا كانت بتحارب يعني، اللي هو تستنى لحظه بس ان انا انام عشان تروح تخش تويليت مثلا او تعمل حاجه. لو كنت احط لها اكل، فوكسي كانت بتجيب علبه التونه فتجيبها لي عشان اللي هو كل انت الاول، طب وانا هاكل بعدك. انا عارف ده ممكن الناس تفتكر ان ده حاجه اوفر او ده، بس حقيقه والله ان انا فوكسي فعلا اكتر كلب بيبقى واقف جنبي لما ببقى عيان، ببقى زعلان، ببقى اي حاجه. انا عندي اكتر من كلب في البيت الحقيقه، ان اول كلب بيبقى حاسس ان انا عيان، واول كلب بيبقى حاسس ان انا تعبان فوكسي. وفعلا هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليها تمتنع عن اكل، عن شرب، عن اي حاجه، ان هي بس يبقى عندها احساس انها تعبان، وهي اول واحده بتكتشف دايما الكلام ده. خليني اتكلم شويه عن بقى عن فوكسي بالتحديد. فوكسي كلبه مرهقه جدا، هي ذكيه بشكل مبالغ فيه، بشكل اوفر عن بقيه الكلاب. فهو شكل حياتنا بيبدا بانها الصبح هي بتعوي عشان خلص اصحى يعني، بقالك كتير قوي نايم، تطلع بره، هي عارفه مواعيد اكلها بالظبط جدا يعني. لو انا اتاخرت 5 دقايق عن الاكل فهي بعيدا عن البصه الصعبانيه اللي بتبصها لي كده، اللي هو يلا يا كافر اعمل لنا الاكل، ما هي كمان ما عندهاش اي مشكله خالص انك بعد ما تحط الاكل انت مش واكله يعني، اكشتي ولا انت واكلك. ممكن تقعد 3 4 ساعات بصالي، اللي هو انا عارف ان هي بصالي بص التانيب، كلب شقي جدا، كلب عصبي جدا، مش عنيف خالص يعني. حتى لما بتعوي، لما بتعمل الكلام ده، هي بتبقى فعلا حاسه بخطر وبتبقى مقدره الخطر بشكل كويس جدا يعني. النصيحه لاي حد عايز يربي جابانيز اكيتا، انا بسبورت القرار ده جدا، فعلا تجربه مهمه ان اي حد يكون بيربي كلاب ياخدها. لكن لو اول مره تربي اعتقد انه يبقى صعب جدا الاكيتا ده، مش معناه انه مستحيل، انت ممكن تحاول معاه، لكن هو هيبقى موضوع مرهق جدا. كلب هتشوف منه ما شفتهوش من كلاب تانية كتير، من حيث الذكاء، من حيث خفة الدم، وكلب لطيف، وكلب عارف بيتصرف ازاي، وكلب عارف يحميك ازاي، واذا دربته حراسة كويس جدا فكلب بيعرف بجد يعني ايه يحميه، وبيعرف يعني ايه يحرس، بيعرف كمان يقدر يخوف من غير ما يسبب لك مشاكل وضرر. ويعني فكرة انه يقدر يعض حد او يضايق حد او يعمل الكلام ده، عنده في اضيق الحدود لما يكون الخطر فعلا خطر حقيقي. بالعكس الناس مثلا لما بتشوف الكلب بتحس انه لا ده كلب، مش ده كلب جبان، ده كلب. الحقيقه ان ده مش حقيقي خالص، هي الكلبه بتقدر امتى فعلا تبقى قويه وتظهر ده، وامتى تبقى كلبه كيوت ولطيفه وبتلعب وما فيهاش اي مشاكل. كمان نصيحه للي هيربي كلب اكيد، كلب عنيد زياده عن اللزوم، بس صدقني هو لو بيحبك مش هيبقى عنيد معاه خالص. نصيحه لاي حد عايز يربي كلب في العموم مش الاكيتا يعني، الكلب ده اهم صديق لينا في الحياه. تخيلوا ده كائن قرر ان هو يضحي بكل حاجه، يضحي بحياه البريه اللي هي بالنسبه لهم حياه جميله، وقرروا ان هم حتى لو هيعيشوا في قبائل تبقى عددها صغيره كده، يفضلوا دايما مرتبطين بكائن تاني زي البني ادم. كائن مفيش في دماغه حاجه غير ان البني ادم ده هو صديقي، هو حياتي، هو يعني الكلب بيحبنا اكتر ما بيحب نفس فصيلته. ودايما يعني لحد النهارده نسمع عن قطعان الحيوانات والماشيه مش عارف ايه، عكس الكلاب اللي كان دايما جنب كل قبيله شويه وبتاع. فانا دايما بشوف ان هو كائن ده قرر يضحي بكل حاجه عشاننا، وفعلا هو اكتر كائن هيحافظ علينا، واكتر كائن خايف علينا فعلا والله، يمكن اكتر من نفسنا. وهو الكائن الوحيد اللي ممكن يحط، اللي يضحي بنفسه ويضحي بحياته فعلا عشاننا ويموت عشاننا. هو بيساعدنا، بيعالج لو احنا دربناه على الرعايه الطبيه، بيموت بدلنا احيانا، ما عندوش اي مشكله ولا بيوقف لحظه يفكر عشان يضحي بنفسه. انا كنت بتكلم عن فوكسي لما جينا ننزل البحر، هي فعلا قررت ان هي تضحي بنفسها عشان حست ان انا بغرق، وحتى لاخر لحظه بعد وانا طلعت بتزقني اطلع، انا مش هسيبك هنا، انا مش هسيبك هنا. ففعلا الكلب كائن بيضحي عشان خاطرنا، وهو يستحق مش بس ان احنا نضحي، عشان احنا ما بنضحيش بحاجه، بالعكس احنا اللي بنبقى مبسوطين، بس هو يستحق ان احنا نضحي بشويه من وقتنا عشان نلعب معاه، عشان نخرجه، عشان نفسيته. وصدقوني احنا بنبقى فرحانين اكتر
من الكلب واحنا طالعين نخرجه، بس احنا ممكن نكون مش مركزين في ده. انا رايي يعني اخيرا ان تجربه تربيه الكلب هي تجربه مهمه جدا، وهو على صعيد اخر دي مهمه جدا. انا عندي ابني فعلا الكلاب غيرت شكل حياته، الكلاب خليته يلتزم اكتر، خليته يفكر اكتر، خليته يعرف يتصرف اكتر، يبقى مسؤول اكتر. الكلاب غيرت حياتي انا شخصيا، فمش غيرت حياه طفلي بس. فهي نصيحة أي حد مهم إن يخوض تجربة الكلاب ويربيها، ولو حد ربى قبل كده كلاب فهو لازم يخوض تجربة الأكيتا برضه. وبكده انتهت حلقتنا النهاردة، حلقة تعرفنا فيها على كلب جديد نسبيا عندنا هنا في مصر، وكلب ينفع للحراسة مختلف عن السلالات اللي احنا عارفينها أصلا للحراسة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى نعمل شير ولايك وسبسكرايب، ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.